وانا بسأل حضرتك يا دكتورة فرعية، هل دي حرية شخص، اعتداء على حرية شخصية، وان الجامعة يجب ان تكون مهمومة بان احنا يا جماعة هنرفع مستوى الطلاب علميا ازاي، ولا اشوف قصات شعرهم عاملة ازاي، خاصة الدكتورة هنا كعميد كلية لا دخلت كمان في قصات الشعر، وهل ده دور عميد الكلية ودور قيادات الجامعة؟ إطلاقا، يعني مع احترامي لكل الكلام اللي حضرتك قلتيه وواضح، وأنا بصدق الكلام اللي حضرتك قلتيه إنه في يعني تفاهم مع الطلبة، والطلبة قالوا وبعض الطلبة اعترضوا، ولقينا كتير ولقينا قليل. وأنا في تقديري أنا في جامعة لم يحدث أبدا أبدا أن اشتكى أحد من أنه طالب لابس بنطلون أو لابس عامل شعره كده، أو الحاجة الوحيدة اللي احنا بنتضرر منها وبنحس الشباب على منعها هي السجاير. لكن دعيني بقى أجاوب على سؤال الأستاذ وائل فيما يتعلق بقضية الشكل والموضوع، وهل هذا الموضوع في إطار الحرية الشخصية؟ أنا في تقديري أن كل من دافع عن هذا الموضوع أنه الشباب ما يصحش تلبس، والطرف الآخر يقول دي حرية شخصية، أنا في تقديري أن الموضوع مرتبط بالمرأة تحديدا، بقضية التمييز ضد المرأة. لأنه أنا أعتقد أن الولاد من زمان ومن قبل البنت، يعني أنا بقول لحضرتك البنت فقط السنة دي أو البنات بقوا يلبسوا البنطلون المقطع، من سنتين ثلاثة أربعة كان الولاد بيلبسوا البنطلونات دي وكنا نستغرب جدا، لكن ما كانوش بيصيروا حد. لكن مجرد وانس إن المرأة هي اللي ارتدت هذا النقاب فبدأ الكلام عن الحشمة والأخلاق والقيم. الحقيقة إذا تحدثنا عما يسمى بالشكل فهناك قيم تؤثر في هذا الشكل أكتر من اللبس وأكتر من الشعر وأكتر، يعني عندنا الملازم الجامعية اللي مكتوبة بشكل يعني يندى له الجبين، لا تقدم معارف للطالب، لا تجعل الجامعة في موضع ترتقي بمعارفها. عندنا ما يحدث في منح رسائل الماجستير والدكتوراه، وأنا أعلم أن ناس كتير هتزعل من كلامي هذه الليلة، عندنا الغش في الجامعات، عندنا هل الغش لا يعتبر قيمة؟ مفروض أن احنا ننتفض كما انتفضنا في قضية البنطلون. ألا يجب أن يكون العميد همه الأساسي العملية التعليمية وجودتها وكفاءتها والنتائج المترتبة عليه؟ يعني احنا بنشوف أن العميد ما فيش حد عميد انتبه ويقول حال الجامعة كده، هو في ميزانية نقول له ده احنا ما بتكلمش عن عميدنا الحقيقي. انا حريص طبعا ان الحوار كان يبقى يكون بين اساتذة الجامعة وقيادات جامعة واساتذة الجامعة، لاعتبار عايز اشوف هل ده في صالح الجامعة يعني ولا أنا لا. عايزة أقول إنه في حاجات تانية يجب التركيز عليها هي في صالح الجامعة ولا طيب ننتقد. تعليق أخير قبل ما أخد دكتور سيد يقول لنا وجهة نظره اللي هو عملها في ده. أقول لحضرتك على حاجة، كلية التربية هو شايف أنت بتستهدف المرأة كمان إطلاقا، أنا هو مرأة. الهدف هو المرأة. لا أنا مرأة. هقول لحضرتك على حاجة، أنا اهتمامي العمليات التعليمية بدليل الحمد لله رب العالمين كلية التربية النوعية جامعة المنوفية العام الماضي احنا حصلنا على 22 ميداليه في ابداع نوعيات ما بين ذهبيه فضيه برونزيه، حصلنا على المركز الاول في مجال العلوم الانسانيه في مؤتمر على مستوى الجامعات العربيه، تمام. عندي اثنين اساتذه حصل على جائزه الجامعه التشجيعيه. لا انا هكمل الحركه، انا قصدي ايه باللي انا بالسرد اللي انا بقوله، انا بقول ما احنا في اهتمام بالعمليات التعليميه الحمد لله، موضوع الكتاب الجامعي يعني يؤرق جامعة المنوفية رئيس جامعة النواب بعمدة، لأن إحنا الكتاب الجامعي عندنا حاليا بيخضع لمنظومة أنا بقول إنها في منتهى الروعة وتم التجديد عليها، إن كل كتاب جامعي بياخد موافقة مجلس قسم. طيب مجلس عشان بس كلية. ما بعدش عن الموضوع بالظبط، أنا مع حضرتك يعني شايفة إن ده قضية مهمة وليست شكلية. التوازي يا فندم، أنا بتكلم في قيم وأخلاق وعملية تعليمية، فأنا بقول التوازي إن أنا أهتم بالاثنين، مفيش عندي قضية تطغي على الأخرى. طيب. مش هيبقى فيه عملية تعليمية بدون أخلاق. طيب دكتور السيد القاضي، وهل الأخلاق تتحدث فقط في اللبس وفي ارتداء الملابس وفي تصريح الشخص؟ هناك أخلاق أخرى تعلميها سيادتك في الجامعة، تمام، لا يجب البوح بها أمام الناس، تمام. يعني مش بس اللبس ومش بس الشعر، في حاجات والأساتذة والدكاترة لا يستطيعوا أن يفعلوا شيء، أخلاق الطلبة نفسهم والتعامل وكذبهم وسرقتهم وأشياء كثيرة جدا ومشاكل كثيرة جدا داخل الجامعات تتعلق بس
بالسارقات العلمية وبمنح الدرجات وأشياء كثيرة جدا يجب أن ننتفض من أجلها. هذا ما أريد أن أوضحه. أما الجانب الشكلي ويجب أن نراعي أن الشباب في مرحلة سنية في كل بقاع العالم يلجؤون ويتطلعوا إلى تقليد الموضة وبتاخد وقتها وبتعدي، ولكن أردت أن أنا أقول أنه في شقين، شق خاص بالمرأة في المجتمع والنظر إليها، وأننا مجتمع ذكوري انتفضنا انتفاضة شديدة لمجرد أن ارتدت المرأة بنطلون فيه حتة في قطعة كده بتبدي يعني قطعة أو قطعتين أو ثلاثة أو ثلاثة يعني في رجلها.